بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. سعداء بيكم في الندوة الخامسة من سلسلة ندوات الأزمات الاقتصادية في مصر، المخرج والحلول المتاحة. يسعدنا النهاردة أن احنا نتكلم على النقل الحضري والحل الجذري للمشكلة المرورية في القاهرة الكبرى، وبيسعدنا أن يتكلم فيها الدكتور أسامة عقيل الخبير الكبير في هذا المجال، ويعقب عليه الدكتور مصطفى أبو هشيمة عن وزارة النقل، وهنقول طبعا السي فيز حالا دلوقتي. خليني بس أبتدي زي كل مرة بأن أنا أقول التوجه الاستراتيجي بتاع المركز بتاعنا لأي حد بيجي لنا هنا لأول مرة. التوجه الاستراتيجي بتاع المركز بتاعنا إن احنا نحقق تحقيق التنمية المستدامة على أسس سليمة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وده بيستدعي ان احنا عايزين نكون في المربع الاخضر اللي هو بنتكلم على اقتصاد قوي يستفيد منه الجميع. مش عايزين اقتصاد قوي ما يستفيدش منه الا قله، لان ده بيبقى نمو وهش. ومش عايزين اكيد اقتصاد ضعيف ويكون الجميع فقير، لان كده بنبقى بنوزع الفقر. ولا عايزين اقتصاد ضعيف لا يستفيد منه الا قله، اللي هو بتبقى فرص نمو ضعيفه وتوزيع غير عادل للعوائد. عايزين تنميه مستدامه حقيقية، يعني اقتصاد قوي يستفيد منه الجميع. سلسلة الندوات بتاعتنا بادية من 20 سبتمبر اللي فات، وابتدت ب كان في عرض لخيار التنمية والإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية لمدة 3 سنوات، وجواها خطة إنقاذ لمدة 6 شهور لمصر، ودي أنا اللي اتكلمت فيها. بعد كده كان عندنا ندوة تانية عن إصلاح التشريعات الاستثمار، واتكلم فيها الدكتور زياد بهاء الدين. كان عندنا واحدة تانية عن الطاقة الجديدة والمتجددة، واتكلم فيها الدكتور هاني النقراشي. وكان عندنا لسه الأسبوع اللي فات ندوة عن إصلاح السياسة الضريبية، واتكلم فيها دكتور مصطفى عبد القادر، وعقب عليه الدكتور عمرو المنير. وعندنا ندوة النهاردة الخاصة بالنقل، وعندنا ندوة عن التعليم الأسبوع الجاي إن شاء الله هيتكلم فيها الدكتور محمد غنيم، وهيعقب عليه الدكتور طارق شوقي اللي هو رئيس المجلس الاستشاري التابع الرئاسة للتعليم. عندنا بعد كده واحدة خاصة بمحاربة الفقر وعدم المساواة، وهيتكلم فيها الدكتور أسعد علام اللي هو رئيس البنك الدولي هنا في مصر. بعد كده عندنا واحدة تانية عن دور الدولة وعن منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. مجموعة من الندوات وكلها بتتكلم على مواضيع بعينها فوكست ونركز عليها عشان نتكلم على حلول عملية للأزمة اللي احنا فيها. هدف المركز ان هو ما يكونش بنتكلم على حاجات نظرية على الإطلاق، بنتكلم على حاجات عملية على أرض وعلى أرض الواقع. هنبتدي دلوقتي الجلسة، وهيتكلم فيها الدكتور أسامة عقيل. دكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والمرور والمطارات من جامعة عين شمس، عنده دكتوراه في هندسة الطرق من جامعة بيرمنغهام بإنجلترا سنة 85، استشاري هندسة الطرق والمرور والمطارات، عضو مجلس القومي للسلامة على الطرق، عضو منتدى الهندسة سابقا، عضو منتدى الهندسة الاستشارية، عضو جمعية الطرق العربية، عضو لجنة إعداد وصياغة كود الطرق المصرية، عضوية سابقة في العديد من اللجان العلمية والفنية، محكم دولي، وقدم العديد من الأبحاث والدراسات العلمية، وأشرف على كثير من الرسائل العلمية، قام بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ عشرات المشروعات في مجال التخصص تطوعا ودون أي مقابل لجهات حكومية مصرية عديدة، ووضع خطة لحل المشاكل المرورية للقاهرة الكبرى، وخطة إنشاء شركة النقل الجماعي المتميز في القاهرة والمدن المصرية، وضع خطة قومية لحد من حوادث الطرق، لديه دراسات متكاملة لتطوير قطاع النقل في مصر. يعني دكتور أسامة عبارة عن يعني لو بنقول طرق ونقل وبتاع، مفيش حد غيره على وجه الأرض أعتقد عنده سي في بهذه بالقوة. وأنا على المستوى الشخصي منبهر الحقيقة بالشغل بتاعه، وأنا عرفت الدكتور أسامة من إيه، كان من 3 سنين كده ولا حاجة، كان في مؤتمر بيتعمله أخبار اليوم، مؤتمر اقتصادي السنوي ده، وأنا كنت موجودة فيه وهو كان موجود فيه. وأول مرة قال بقى المعلومة بقى اللي إيه ما قدرتش يعني دخلت وما خرجتش، إن 80% من الأزمة المرورية اللي إحنا فيها سببها العربيات الملاكي اللي سايقها واحد ولا واحد تاني جنبه. 80% منها سببها دي، وبالتالي لو أنا حليت وسيلة، لو أنا لقيت وسيلة نقل لأصحاب المركبات، فأنا هحل مشكلة المرور وهخلي الدنيا تبقى أحسن بكتير. وده حل مبهر وحل شديد الذكاء،
ها ليه بقى الحكومه ما بتعملش هذا الحل شديد الذكاء؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه. والنقل بالمناسبه بيعتبر من حقوق الانسان، وبيعتبر من العوامل الاساسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه. ليه بقى؟ لانه لو متاح النقل هيبقى في فرصه ان انا اقدر الاقي مكان للرزق، لو متاح النقل هقدر الاقي فرصه للتعليم، في غياب قدرتي على التنقل بسهوله انا بأحرم من حقي في ان انا احقق حراك اجتماعي وان انا ارتقي بحياتي. لا بالظبط، محرك الفقر، ان انا اقدر اخرج من دايره الفقر. وبالتالي احنا مش بنتكلم على المأساة اللي احنا بنعيشها كل يوم واللي هي سبب تاخير ناس كتير كمان جايين النهارده، ها لا احنا بنتكلم على مشكله اكبر من كده بكتير. فاتفضل دكتور اسامه. شكرا دكتور عادله.